رجعنا تاني لحضراتكم واستقبل وارحب بضيفي كابتن محمود عبد الرحمن الشهير بجنش. اهلا يا جنش. اهلا وسهلا بحضرتك. وكابتن وليد ابراهيم والاثنين حارسي مرمى النادي الاولمبي. قبل ما ابدا هذا الحوار مع اثنين من نجوم النادي الاولمبي، يوم الخميس الماضي في بيت الكوره على النيل للرياضه كنت اجريت على الهواء مزاد على جنش وانتقاله الى من النادي الاولمبي الى نادي الزمالك، وكان معايا الاستاذ احمد عفيفي رئيس النادي الاولمبي والمستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك، وبدانا المزاد ب 4 مليون جنيه بيطلبها الاولمبي و 2 مليون جنيه عرضها نادي الزمالك، وتوصلنا الى اتفاق شبه نهائي على 2.5 مليون جنيه عرضهم نادي الزمالك، وتمسك الاولمبي ب 3 مليون وانتهت الحلقة. وبعد الحلقة وصل الأولمبي إلى 2.5 مليون مقابل 2 لاعبين يريد الأولمبي استعارتهم من الزمالك، ثم في يوم الجمعة تم صرف النظر عن 2 لاعبين المعارين، ولا يزال الموقف معلقا حتى الآن. هنحاول نخلصه النهاردة. تقرأك اللي بيحصل ده جميل. والله يعني دكتور ياسر مش عارف أقول إيه. أول حاجة أنا بشكر حضرتك طبعا على المداخلة والمجهود العظيم اللي أنت عملته، وان شاء الله يعني انا قعدت مع استاذ احمد عفيفي وابديت رغبتي ان انا اروح نادي الزمالك. هو راجل ابدى مرونه، ويعني انه مش عايز يقف قدام مستقبلك او اختياراتك ورغبتك يعني. يمكن انا بشكره طبعا ان هو يعني امبارح بالليل انا قعدت معاه وهو يمكن قال لي انا موافق على 2 مليون ونص من غير لعيبه اعاره وكده، فانا بشكره وانا مستني نادي الزمالك ان شاء الله. قول لي يا جنش، انت لعبت الكره في اول مره فين؟ انت من منطقه السيوف مش كده؟ لعبت الكره اول مره فين؟ في مركز شباب باكوس. مركز شباب باكوس اسكندريه. ولعبت ايه اول حاجه؟ طبعا مش جون يعني. لا انا بدات جون يعني. هو بدات جون؟ بس كان عندنا في المركز وكده، ف كنا بنلعب يعني انا ما كنتش في المركز، انا كنت يعني بتفرج كاراتيه وكده، ولعبنا فريق كوره في مركز الشباب دوت، فاختاروني وكده وكانوا رايحين يلعبوا الاولمبي كمان. الاولمبي. وانت كنت جون بقى؟ انا كنت جون يعني. اتمرنت يمكن نص ساعه نص ساعه امسك الكوره ازاي وكده، والله ورحت وكده. يمكن كابتن محمد طه وكده في النادي الاولمبي اصر عليا، ممكن كان مبلغ كبير اشتريني بيه، 150 جنيه 150 جنيه 150 جنيه من الكابتن اسمه مصطفى الشايب. ومن ساعتها اتمرنت في النادي الاولمبي لغايه الوقت ده. هل كنت تتخيل انه هيجي يوم ويبقى يطلب فيك 4 مليون ويتعرض 3 مليون و2.5 يعني ملايين يعني؟ صراحة ده حلم بالنسبة لي يعني انا كنت ما توقعش انت ده خالص خالص طبعا. يعني انا يعني الحمد لله انت بعت 150 جنيه وزي الفل وكنت مبسوط جدا. لا يعني انا ليا حلم وليا طموح. ايه هو حلم؟ يعني انا كان حلمي العب في نادي الزمالك او النادي الاهلي، يعني ده طموح ليا وكده. يمكن انا يعني الحمد لله انا جالي قبل كده نادي الزمالك في الناشئين، يمكن دكتور محمود سعد قعد معايا. يعني انت عرفت ان الزمالك لها تاريخ مش دلوقتي بس. في الناشئين من 4 سنين دكتور محمود سعد وجالي اسكندريه، ويمكن انا كنت برضه مرحب وكده، بس كان الوقت دوت كان سيادة الفريق احمد صابر كان محتاجني وكده، وكانت الفرقه محتاجاني وكده. طب الاولمبي لسه محتاجك دلوقتي، بس انا شايف ان دلوقتي فرصتي احسن في اللعب في نادي الزمالك، وانا يعني انا حاسس ان انا اقدر ادي في نادي الزمالك في الوقت ده. طب انت هتروح نادي الزمالك وان شاء الله الصفقه يعني تكمل وتنجح فيها، هل انت متخيل ان انت هتلعب في وجود كابتن عبد الواحد السيد؟ كابتن عبد الواحد طبعا كابتن نادي الزمالك وكابتن منتخب مصر واسم كبير، واكيد انا هستفاد من الخبرات بتاعته. يعني انت ما عندكش حساسيه انك تقعد احتياطي للكابتن عبد الواحد؟ لا شرف ليا طبعا، انا سريني لسه صغير بس انا ليا طموح وكده، ويمكن انا هستفاد منه كتير جدا، وان شاء الله يكون اضافه ليا وانا اكون اضافه لنادي الزمالك. قول لي انت بتحلم بايه؟ مش في الكوره، في الحياه نفسك ايه؟ بص يعني اي حد هتساله هيقول لك، اللي هيقول لك انا عايز وظيفه، انا عايز شقه، انا عايز اتجوز، انا عايز اشتري عربيه حلوه، انا عايز، يعني كل واحد له احلامه يعني، حتى لو كانت احلام مستحيله يعني. انت احلامك ايه؟ احلامي بسيطه يعني. انا زي
يعني انا حلمي والدي ووالدتي يطلعوا من الحج يعني ان شاء الله. جميل باذن الله. وان شاء الله هيطلعوا بقى السنه دي ان شاء الله باذن الله. طب وهتتجوز امتى؟ يعني بعد انتقال للزمالك ان شاء الله. يعني لما الفلوس هتجري في ايدك بقى يعني ان شاء الله اول ما اوقع هكتب كتابي. يعني انا لسه خالص. ده انت يعني مجهز كل حاجه. انا يعني لسه في التليفون دلوقتي واحنا جايين. يعني انت هتمضي للزمالك هتروح كاتب كتابك على طول. لان انا شايف ان دي مرحله بالنسبه لي يعني انتقاليه غير عاديه. بس انت لسه صغير. ما 23 سنه. فعشان كده انا خايف. يمكن هو ده اللي انا مخوفني طبعا. عايز اتجوز بدري يعني. يعني انا شايف وهتبقى بالنسبه لي استقرار وحاجه كويسه بالنسبه لي وان شاء الله ربنا يكرم. طب احلامك انت سالتك فيها وقلت لي ان انت حلمك انك تودي والدك ووالدتك الحج وان شاء الله يروحوا يقضوا هذه الفريضه ان شاء الله. وحلمك الثاني انك تكتب كتابك وترتبط ب زوجة المستقبل. طب احلامك في الكوره بتبقى ايه؟ انا نفسي ابقى حارس منتخب مصر. حارس منتخب مصر ان شاء الله. مين اللي بيعجبك؟ مين مثلك الاعلى؟ الكابتن عصام والكابتن عبد الواحد طبعا. يعني اتنين شايف. عشان انت رايح الزمالك يعني ولا؟ لا 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 طبعا. يعني انا شايف ان الكابتن عبد الواحد خبرات كبيره جدا وامكانيات عاليه جدا وان شاء الله اكتسب منه حاجات كتير في نادي الزمالك ان شاء الله. انا معايا كابتن وليد ابراهيم حارس مرمى الاولمبي ايضا. قول لي يا وليد انت مهتم بانه جنش يروح الزمالك عشان تاخد فرصه انت ولا؟ والله يا دكتور بس هقول لحضرتك على حاجه. مش هو عشان هو قاعد. انا لسه رايح النادي الاولمبي السنه دي. كان طلبني كابتن خضر مدرب حراس المرمى كده. كان عادي خلص مع النادي الكروم ورحت له كده وعارف ان عنده ناس كويسه وجون كويسه وكده. لما جيت اشتغلت انا كنت اتفرجت على جنش كان لاعب ضدي السنه اللي فاتت وكده. كان لاعب ضدك فين؟ لاعب ضدي. انا كنت في الكروم وهو كان في الاولمبي. ولعبت قدام بعض. ولعبنا قدام بعض. يعني تابعته كده لغايه ما انا جيت النادي الاولمبي واشتغلت معاه. اولا هو ولد محترم جدا جدا بامانه يعني اخلاقيا. هو سماهم على وجوههم. بصراحه ربنا يعني انا بحبه جدا جدا على المستوى الشخصي يعني. وعنده طموح وعنده اصرار. عايز تخلص منه برضه مش قوي يعني بس ماشي. فكنت كلمت كابتن عماد المندوب كده. طبعا انا من ولاد نادي الزمالك ومتربي في نادي الزمالك ومنشئين نادي الزمالك. يعني انت تتوقع له النجاح؟ اتوقع وتحقيق احلامه اللي هو قالها. انا اتوقع له النجاح في نادي الزمالك وكده. هو طبعا معاه جون كبير عبد الواحد وهو عارف كده كويس وفرصته ان شاء الله طبعا ربنا يديهم. احنا لسه بقى هنشوف الفرصه دي. معايا الاستاذ احمد عفيفي رئيس النادي الاولمبي. سياده الرئيس اخبار حضرتك ايه؟ الو. ايوه. ممكن حضرتك توطي التلفزيون بس عشان نتجاوب مع بعض في الكلام. مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا ترى الموقف وصل لغايه فين حتى هذه اللحظه؟ والله يعني انا طبعا مبسوط ان يكون معاك النهارده جنش ووليد وهما الاثنين من ولادنا. يعني جنش من اللاعبين اللي فعلا الواعدين جدا. وانا كنت اتمنى ان هو يكمل معانا في نادي الاولمبي في المرحله دي ولكن نظرا لرغبته الملحه لان هو يروح نادي الزمالك وقعد طبعا مع كباتن نادي الزمالك فكان له رغبه ان هو يكون معاهم في المرحله اللي جايه. انا من وجهه نظري ان جنش فعلا انا لما طلبت فيه 5 مليون جنيه انا ما كنتش مبالغ وده هيكون او هيثبت في المرحله اللي جايه بالدليل الفعلي انه فعلا ولد ممتاز جدا وهايل ومشهور عندنا في اسكندريه بيقولوا عليه استك. معرفش استك دي بقى مفهومه ازاي. بيقولوا عليه ايه حضرتك؟ استك. دي يعني دليل على المرونه يعني. انا تعاونت جدا وتمشيت جدا مع نادي الزمالك. اولا حاجه علشان العلاقه اللي ما بين النادي الاولمبي ونادي الزمالك تكون اكثر قرب واستمرار. الى جانب ان حسن حبيت اثبت لكل المجتمع الرياضي ان الرياضه ما فيهاش تعصب وما فيهاش تمسك وما فيهاش يعني شد. فتنازلت فعلا وصلت للمبلغ ده ووافق عليه مستشار جلال ابراهيم اللي هو 2.5 مليون جنيه. فكره اللعيبه الاعاره يعني انا يمكن ليا اكثر من تجربه مع النادي الاهلي لما اخذوا مني عطيان بالقاسي اخذ منهم مصطفى طلعت واحد محمد عبد الرحمن. لما اخذوا مني لاعب الباسكت عماره
خدت منهم رضا بخيت ومحمد فرج بيلعبوا معايا، فده نوع من التعاون والتبادل الخبرات ما بين الانديه. ففوجئت طبعا بان المستشار جلال ابراهيم قال لي لا الموضوع كده مش هيكمل، لان الجهاز الفني مش قابل السعر اللي انا وهو اتفقنا عليه. فالحقيقه ما اعرفش يعني ده قرارهم وده رايهم. يعني انا عايز استوضح من حضرتك نقطه، الجهاز الفني لنادي الزمالك مش موافق، بيتكلم على الفلوس مش على انه عايز جنش ولا لا؟ لا هو عايز جنش بس بيقول ان الفلوس دي كتيره، يعني بس المستشار ان المبلغ كبير على اللاعب. انا طبعا وصلت للسعر ده واعتقد ان انا كده ارضيت نادي الزمالك وادارته وارضيت جمهور النادي الزمالك، ويمكن حضرتك كنت معانا على الخط لما اقرينا هذا السعر انا والمستشار جلال. ونحن نرجو ان يكون المستشار جلال ابراهيم معانا بعد قليل عشان يعني نقدر نوصل للاتفاق النهائي، لانه فكره انه لاعب ينتقل من نادي الى نادي بسلاسه وباحترام متبادل اعتقد انها فكره مطلوبه في مجتمعنا الحالي. يعني انا بشكرك سياده رئيس النادي الاولمبي استاذ احمد عفيفي، وهنواصل او هنحاول الاتصال بالمستشار جلال ابراهيم رئيس نادي الزمالك عشان نتابع اخر اخبار الموقف. وليد قبل ما ارجع لجنش عايز اسالك، هل انت شايف ان احنا بدانا نتحدث عن اسعار مغاله فيها لحراس المرمى؟ انت دلوقتي حارس مرمى في الاولمبي، فبعيد عن حساسيات الكلام، فتقدر تقول لي بامانه يعني احنا بقينا بنغالي في مساله اسعار حراس المرمى؟ والله دكتور هو حضرتك هو حته المغالاه دي يعني اتواجدت من ساعه من الجوان الافارقه ما مشيت من مصر. فبدا النهارده عرض وطلب، عرض وطلب، وبعدين النهارده الجوان لسه يعني لسه في جوان افارقه في مصر. انا بقول ان الجون لازم يلعب ولازم ياخده كده، لان في برضه بعض المدربين طلعوا على القنوات الفضائيه كانوا بيتكلموا في حته الافارقه انه ممكن يرجعوا تاني او كلام من ده. لا احنا مش عشان انا بقول انت شايف ان احنا مش محتاجين حراس مرمى افارقه، مش محتاجين حراس مرمى افارقه، لكن في جون كويسه كتير جدا في مصر، في جون في الدرجه الاولى كويسه جدا جدا. انا لعبت 14 سنه دوري ممتاز ويمكن او 15 سنه دوري ممتاز، ولعبت دي بتاع 3 سنين بلعب درجه اولى. عاوز اقول يعني ان يعني لعبت قدام فرق كتير، في جون صغيره كتير بس الاعلام مش متسلط عليها، لكن في جون كويسه كتير، في جون طالعه. يعني انت شايف انه الاعلام في مصر في مجمله يعني هو اعلام اهلي وزمالك؟ يعني التركيز كله على الاهلي وزمالك. يعني انا شفنا عندنا مواهب في مصر في ملاعب مصر محدش واخد باله منها كتير جدا، ويعني يعني انا نفسي الاعلام برضه يغطي مجموعه اسكندريه، يعني الناس مركزه مع مجموعه القاهره، مجموعه اسكندريه. انت شايف انه في مواهب وفي في لعيبه كويسه كتير جدا، وفي حتى مش حراس مرمى بس، ولعيبه في لعيبه كتير جدا ولعيبه كويسه ولعيبه تفيد منتخب مصر مش تفيد اهلي وزمالك. يعني من وجهه نظري من خلال خبراتي من اللي انا بشايفه، لا في لعيبه كويسه كتير، بس احنا محتاجين الاعلام يعني ما يبقاش على الدوري ممتاز بالذات او اهلي وزمالك بالذات، لا في لعيبه كويسه. انت عايز اعلام مصر لكل مصر، لكل مصر، لكل الناس، كل لعيب كوره في مصر يبقى حاسس كده. يعني الاحساس ده هو مجرد مثلا لعيب النهارده لما بيحس ان هو متزعل ماتش ولا حاجه ولا في كاميرات بتصور او حاجه زي كده، بيبقى هو معنويا حتى يعني بتاخد منه، بتحب تتفرج عليه. يعني لعيب دايما بيجي نازل ماتش ولا حاجه، انا لما باجي العب مثلا بلعب قدام نادي اهلي او نادي الزمالك او باجي العب في الدوري الممتاز او كده، عارف ان في ده برده من العوامل المعنويه. فالنهارده برده لازم يبقى في الاعلام متسلط شويه، وقنوات يا ريت تتسلط على مجموعه بحري بالذات، يعني مجموعه بحري مش واخده حقها، مجموعه القاهره برده يعني كده، ومجموعه الصعيد برده ده يعني اذا كنت انت دي برضه عشان انا من الصعيد وانا من منيا، انا من مغاغه، ده الصعيد يصوتوا بقى يعني الله يكون في الصعيد. وانا يمكن انا لعبت في الصعيد كتير، يعني الدوري ممتاز كل الفرق ساعد، انا لعبت في اسوان دوري ممتاز، لعبت في سكه حديد صغير مع كعب داير يعني. لا انا واخد كعب داير يعني بجد والله، يعني نفسي والله بجد يعني، والصعيد ده فيه مواهب يعني انا متاكد مش غير قادر يعني يعني مش قادر اقول يعني انا لوحدي انا من مغاغه، ولو عديت لك اسامي والله فرقه تصعد الدوري الممتاز وتعد الدوري الممتاز، الاسامي اللي طالعه بس من المغاخ. طب انا عايز اعرف راي جنش في هذا، انت شايف انه حراس المرمى باسعارهم يعني مش طبيعيه، ولا شايف ان ده الطبيعي؟ يعني في بعض الاحيان، يعني هعتبر ان انت انسى ان انت جنش، انت دلوقتي رئيس الزمالك او رئيس الاولمبي، هل شايف ان رئيس الاولمبي لو انت رئيس الاولمبي هتطلب
4 مليون جنيه في جون عندك او انت رئيس الزمالك هتشتري ب 3 ولا 2.5 مليون؟ يعني هي بالنسبه للنادي الاولمبي كانت فرصه. فرصه؟ اه طبعا، لان النادي الاولمبي بيمر بازمه ماليه. وكل الانديه بتمر بازمه ماليه، حتى الزمالك. فدي يعني بالنسبه للنادي الاولمبي فرصه، يعني لعيب وجاي له نادي ونادي الزمالك وكده. يمكن انا قعدت مع استاذ احمد وكده في كذا نادي دخل، بس انا يمكن انا اثرت على نادي الزمالك، وانا بشكره طبعا تاني لان هو يعني بدا مثلا يستجيب لرغبتي وكده، وانا بشكره تاني. فدي انا شايف ان يعني السعر الحالي ده دلوقتي انا شايف ان هو مناسب جدا، يعني السعر اللي استاذ احمد قاله اللي هو 2.5 مليون ده، يعني سعر مناسب جدا. هو سعر مناسب. يمكن انا يعني اتكلمت مع الكابتن عماد المندوب وكده، وقال لي ان شاء الله والموضوع. قال لك ايه بقى عماد المندوب؟ يعني هو يعني انا مثلا اللي مشجعني، هنحاول نتصل بيه في الامارات يعني، بس هو الوقت يعني متاخر دلوقتي قوي، بس يعني اللي مشجعني ان الجهاز الفني متمسك بيا، وانا طبعا يعني ده شرف يعني كبير. يعني عماد المندوب عايزك. يمكن ده شرف كبير ليا، واللي مخليني متمسك بنادي الزمالك الكابتن عماد المندوب والكابتن ابراهيم والكابتن حسام. كابتن ابراهيم كلمك شخصيا؟ او قعدت معاه. قعدت معاه. قال لك ايه؟ كابتن عماد قال لي ان شاء الله تبقى معانا، وان شاء الله احنا عايزينك واحنا تابعناك كتير، وان شاء الله تكون اضافه لينا وكده. وانا بتمنى كده، يعني انا نفسي اكون اضيف حاجه لنادي الزمالك، يعني انا جاي ان شاء الله اضيف حاجه لنادي الزمالك. طب قول لي انا عايز اسالك سؤال وفكر فيه قبل ما تجاوبني عليه. انت دلوقتي بتتفاوض او يعني في مفاوضات بين الاولمبي والزمالك لانتقالك من الاولمبي الى الزمالك. طب في حال فشل هذه المفاوضات، هل انت عندكش اي غضاضه ولا مانع انك تكمل مشوارك مع الاولمبي، ولا انت عايز نادي اخر ممكن يبقى فيه نادي بديل لنادي الزمالك؟ هو فعلا في نادي بديل، بس انا متمسك بنادي الزمالك. هتقدر تقوله يعني ولا لا؟ ما مش الاهلي يعني؟ لا مش الاهلي. لا. الاتحاد؟ لا. هو يعني شكل وليد عارفه. والله يا هقول في ناديين هو جاي له، وانا يعني هو انت قلت لك وليد، قلت لي بقى ناديين يعني نادي واحد بس الكلام كان قدامي واحنا جايين. هو في جاي له فعلا، جاي له كذا نادي بصراحه. وجاي له انديه كويسه جدا وكده، ومع مدربين محترمين. فهو لكن هو بصراحه هو متمسك بنادي الزمالك. وكابتن عماد المندوني عايز برضه الراجل ده برضه بعد اذن حضرتك يعني. اتفضل. طبعا كل مدربين نادي الزمالك ليهم فضل عليا. الكابتن عماد المندوب ده من المدربين، والله انا مش بجامله، انا فعلا بحبه وهو فادني كتير جدا. من المدربين انا لما باجي اتكلم على الكابتن عماد المندوب بشبهه بخلطه كنتاكي. يعني مطعم كنتاكي ده عنده خلطه مش موجوده عند اي حد، يعني لو حد يالف المطعم ده هو مش هيعرف يجيب الخلطه دي. الكابتن عماد المندوب عنده يعني عنده كميه من الخبرات ومن الشغل اللي بيخلي اي بيودي اي جول منتخب مصر يعني. لو حضرتك كده ومش بالكلام، لو بالورقه والقلم كده، عبد الواحد سعيد هو اللي مقدمه، هو اللي مقدم عصام محمود قبل كده في الاتحاد، مقدم سمير عاشور، كل ده الناس دي كلها راحت. كل ده انتاج سليماني، انتاج عماد المندوب صراحه ربنا. الهاني سليماني هو اللي طلعه من الشقين، هو اللي صعده. كابتن نادر السيد، كابتن عمرو عبد السلام، يعني الراجل ده طبعا انسان جميل بصراحه يعني. بصراحه وبيحب شغله جدا، ويعني يعني انا مش قادر اقول لك كميه الاستفاده اللي انا استفدتها من كابتن عماد ده، بس هو فعلا هو يستاهل كده، لان هو راجل مجتهد. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، انا كنت بكلمه في دبي فكان هو عاوز يطلع هوا كده. فقال لي انا هنام. احنا واضح انه نام. فقال لي انا هنام، فانا استغربت يعني. انت عاوز اقول له طب انت مدرب، انت قال لي انا هنام، انا عندي ماتش بكره، فهتيجي هطلع يعني متاخر وكده. فشوف كميه الالتزام بتاعته، ان راجل مدرب وعنده شغل بكره وبيقفل تليفونه وبينام عشان وهو مدرب، يعني هو مجرد ما ينزل غير يسخن الجول. فانا بصراحه ربنا. طبعا عماد مندوح انا عارفه مدرب بصراحه. طب انا عايز اسالك يا جنش، ايه اللي ضار بينك وبين كابتن ابراهيم وكابتن حسام، ولا انت ما قابلتش كابتن حسام؟ لا انا ما قعدتش مع كابتن حسام، هو وكابتن ابراهيم بس. مع كابتن ابراهيم وقلت لك متمسك بالزمالك وانك عايز الزمالك. طب مين الناديين اللي هم بيتفاوضوا معاك؟ انت برضه مش عايز تقول، بس اصلك هتقول. يقول لك بينك وبين يعني هم ناديين من اسكندريه؟ لا مش من اسكندريه. من القاهره؟ قاهريين. قاهريين. مش الاهلي منهم؟ لا مش الاهلي. طب ايه رايك بقى انه كابتن عماد معانا على التليفون وهو اللي هيقول؟ كابتن عماد.
اولا احنا بنعتذر ان احنا طالبينك في هذا الوقت المتاخر، بس انا دايما بتعامل معاك انك صديق عزيز، فمن حق اطلبك في اي وقت. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالصحه والسلام. عايزين نعرف رايك في جنش. جنش ده جنش جنني انا. طب وغير غير الجنان. من الحراس الصغيرين الممتازين اللي موجودين في مصر. محمود انا متابعه وانا في اتحاد اسكندريه. لما كان النادي الاولمبي في الدوري الممتاز كان هو مع كابتن محمد حلمي. وانا يمكن في الفتره دي اتكلمت مع كابتن محمد حلمي ان انا اوجه نادي الاتحاد، وكابتن حلمي قال لي ان محمود من الاجوال الكبار. طب ده 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 يعني مقامه يلعب في الزمالك في يعني. طب اصبر عليه شويه، ده صغير لسه، كان عنده 20 سنه تقريبا محمود. ويمكن انا في الفتره دي وقفت مع محمود، معرفش هو يتذكر ولا لا، واتكلمت معاه. وبعدين لما طبعا فتره الفاز دي كلها انت عارف كنا بندور على حارس يكون موجود جنب عبد الواحد، لان انا عندي حراس صغيرين من ولاد النادي مواليد 92 لسه الخبره عندهم لسه قليله، مش مؤهلين لتحمل مسؤوليه الزمالك عشان خاطر افريقيا او عشان الدوري. كابتن عماد انا عايز اسالك سؤال، هل الجهاز الفني مصمم على جنش؟ لانه احنا وصلنا في المفاوضات الى 2.5 مليون جنيه، ورجع المستشار جلال ابراهيم قال لا لسه احنا معترضين على هذا المبلغ، لانه الجهاز الفني لسه ما نقدرش دكتور نتدخل في موضوع الفلوس اذا كانت كثيره او قليله، ما اعتقدش ان حد فينا يقدر. لكن انت فنيا محتاج جنش. انا فنيا المفروض احنا كجهاز لما اتكلمت مع الكابتن حسام واتكلمت مع الكابتن ابراهيم وهم مقتنعين بكلامك. انت عارف ان العلاقه بيننا كجهاز علاقه ثقه. طبعا طبعا. فلما اتكلمت معاهم الناس رحبوا جدا، وجبت اتكلمت محمود وخليته جه قعد مع الكابتن حسام والكابتن ابراهيم وطلبنا من النادي. موضوع الفلوس بقى كتير قليله دي مش مفيش حد فينا يتكلم فيها يعني. لكن احنا طلبناه من النادي. يعني انت خلاص انت موقفك النهائي ان انت محتاج جنش او موافق عليه؟ نعم. انت موقفك النهائي انك محتاج جنش او موافق عليه؟ بص يا دكتور، اولا محمود بني ادم محترم جدا وبني ادم مؤدب، زائد كل ده ان حد فنيه من الحراس الممتازين، واعتقد ان شاء الله لما يكون معانا هيكون ليه شان كويس قوي، وخصوصا برضه ان احنا ما عندناش غير عبد الواحد، يعني فرصه قدامه فرصه كبيره، وهيلاقي ترحيب كويس خصوصا ان الناس كلها عايزه ان شاء الله. انا كابتن عماد عايز استغل بس قبل ما اسيب حاجة تستريح تاني واسفين تاني مره اخرى للازعاج، عايز اسالك سؤال. دكتور لو سمحت ازعق شويه عشان انا مستني على راجل. عايز اسال حضرتك وانا بعتذر مره تانية للازعاج، بس السؤال الاخير واسيب حضرتك تستريح، عن هل صحيح حكم مباراه الزمالك واصفهان زار تدريب الزمالك النهارده في دبي؟ مش سامع حضرتك يا دكتور. هل حكم مباراه الزمالك واصفهان الايراني حضر النهارده تدريب الزمالك ولا ما حضرش؟ ايوه الدنيا كلها الامور طبيعيه جدا يا دكتور. ما انا مفيش مشاكل، الموضوع واخد حجم كبير قوي في الاعلام المصري، لكن انا شايف ان الامور طبيعيه جدا وعاديه جدا ومفيش اي مشاكل هنا خالص، والامور عاديه هنا خالص. مش هو الكابتن ابراهيم حسن قال تصريح وانا قلته في بدايه الحلقه انه ما حصلش اي اعتداء ولا اي احتكاك بالحكم ولا اطلاقا اطلاقا اطلاقا. انا المواضيع اللي عمال اسمعها بس في الفضائيات المصريه والاعلام المصري، الامور هنا عاديه جدا ومفيش حاجه، احنا بس بنستغرب من اللي بيتقال في الاعلام المصري، لكن هنا مفيش حاجه خالص. عموما انا بشكر حضرتك. اسمح لي بس. هو ماتش زي اي ماتش ان الحكم بيلغيه. يعني هو ماتش زي اي ماتش، الحكم اولا احنا ما انسحبناش زي ما الاعلام في مصر بيقول ان الزمالك انسحب. احنا ما انسحبناش. هو الحكم لغى الماتش. تقريبا وقف الزمالك لم ينسحب من المباراه. ما انسحبناش، هو وقف اللعب تقريبا حوالي 5 دقائق وبعديها صفر بانتهاء الماتش، وحتى بعد ما صفر وطلع من الملعب احنا رحنا اتفقنا مع بتوع ايران ان احنا نجيب حكم اي حكم موجود ونلعب الماتش. وهم اللي رفضوا. يعني الامور كانت طبيعيه جدا، ما كانش فيها اي حاجه. لكن الحكم ما راحش النهارده التدريب. ما جاش. انا ما شفتوش حقيقه، جاي كان موجود في الملعب، بس انا ما شفتوش. ان انت عارف التمرين موجود في الملعب حوالي 3 4000 مصري بيتفرجوا على التمرين، فمشتوش ما اعرفش. لو احنا قلنا ان المصريين احتفلوا النهارده بمئويه الزمالك ده كتير قوي يا دكتور، ده ما شاء الله
الزملكاويه هنا حاجه تفرح والجاليه المصريه هنا ان شاء الله. طب عايزين نتيجه كويسه مع اتحاد جده بكره بقى. دعواتك ان شاء الله. ان شاء الله كابتن نادي وبشكرك، واحنا بنعتذر مره اخرى عن هذا الازعاج. استضافتك الاثنين من ولادي سواء كان وليد ابراهيم، لان وليد ده من ولادي العزاز، وان شاء الله كده السنه الجايه ان شاء الله هنعمل حلقه عشان وليد راح الزمالك. فما وليد راح الزمالك مدرب بقى. شكرا كابتن عماد على هذه المداخله الرائعه. كابتن جنش اخر كلام انت، لو انا جبت لك رجل اعمال سكندري وقال لك انا هطلع والدك ووالدتك الحج وهجوزك هتكافل مصاريف جوازك بس تقعد مع الاولمبي، انت موافق؟ سؤال صعب جدا. انا جنش ما جاوبش ولا سؤال ولا على سؤال. لا سؤال صعب جدا. لكن انت عايز تروح الزمالك له طموحك. يعني انا ما عنديش مشكله ان انا اقعد في نادي الاولمبي، ده طبعا بيتي وهو اللي مربيني، بس انا يعني طموحي ان انا يعني ابقى العب في نادي الزمالك، لان ان شاء الله من خلال نادي الزمالك اقدر اروح منتخب مصر. يعني انت شايف انه طريقك لمنتخب مصر لابد ان يكون نادي الزمالك او النادي الاهلي، لان هو ده الواقع يعني. طب قول لي باختصار عشان الوقت خلص، جنش معناه ايه؟ يعني زي يعني جن في الملعب. جن في الملعب. وبقت جنش. بيتقال عليك من امتى هذا اللقب؟ من وانا صغير يعني، كان وانت في الدوري بخمس. في الدوري لا في الاولمبي. في الاولمبي. كان دوري خماسي وكده، وكنا بنلعب النادي الاهلي. وانت كنت جون برضه؟ كنت جون وحاورت وجبت جون. ايه؟ حاورت يعني وجبت جون. يعني انت مش مجرد مكتفي بحراسه المرمى، كنت ممكن تجيب اجوال. فحاورت وجبت جون، فمن ساعتها يعني كابتن محمد طه طلع عليا الاسم ده. يعني انت نقدر نقول انت مجنون زي هيجيتا مثلا. لا مش كده يعني. تخش وتروح وتجيب اجوان. مش كده يعني دلوقتي مش للدرجه دي يعني، عيلت يعني. ما بقتش واد جن. لا لا. عموما وليد، كلمتك الاخيره ايه لنادي الزمالك؟ انت شايف ان هم في حاجه الى جنش؟ والله انا شايف ان نادي الزمالك في حاجه لجنش والجهاز الفني بصراحه، وانا شايف ان جنش اضافه لنادي الزمالك.